الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى سنن الترمذي. نعم. أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع، وهو ضعيف كما قلنا. قال: حدثنا أبي وكيع بن الجراح الرؤاسي، وهو من الثقات الأثبات. عن إسرائيل بن يونس، وهو من ثقات الأثبات. قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل، وهو من ثقات. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار أبو محمد الكوفي، من ثقات، وثقة ابن معين وغيره. قال: عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وإسحاق أبو إسحاق السبيعي، والعلم لكنه يدلس. عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. وروى بسندي أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه سعد بن مالك بن سنان من السبع المكثرين عن أبي الأمين قال: إن كنا لنعرف المنافقين نحن معاشر الأنصار ببغضهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: هذا حديث غريب، وقد تكلم شعبة في أبي هارون، هو ضعيف، أبو هارون ضعيف، وقد روي هذا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. أبا هارون العبدي هو عمار بن جوين بن جابر العبد البصري، يعني قيل فيه أنه ليس بشيء في الحديث، والدوري، وهذا قول ابن معين، قال: ليس بشيء في الحديث. أبو داود قال: متروك. نعم، متروك الحديث. والنسائي قال: متروك الحديث. فعلة الحديث وآفة الحديث أبو هارون العبدي. وهذه أيضا منقبة أخرى عظيمة من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي قال: أنا منك وأنت مني. وهذه الدلالة على فضل علي بن أبي طالب ومكانة علي بن أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم. هو ابن عمه، النسب هنا، وأيضا المصاهرة، ابن عمه وزوج ابنته وأبو الحسن والحسين. فهنا نقول بالنسب ومكانة علي بن أبي طالب، وهو تحرم عليه الصدقة، ممن تحرم عليه الصدقة، وهو من آل البيت، وأيضا هو من النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته، على طريقة النبي، ويستنب سنة النبي، ويسير سير النبي، يوالي من والى النبي، ويحب من أحبه النبي، ويعمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ناصرا لدينه، ناشرا لسنته. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني وأنا منك. وهذه كما قلنا فضل مكانة علي بن أبي طالب، وهو من آل البيت، نعم، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثاني كان ضعيفا، لكن المعنى صحيح، لأنه قد ورد مثل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. فبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه نفاق، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فضله، وأثبت إخلاصه وصدقه، وأثبت محبته لله ومحبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، حين قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فمحبته إيمان، ودين ندين الله به، وقد أوصى النبي بسنته حين قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أعضوا عليها بالنواجذ. وعلي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين، وهو رابعهم، وأفضليته تعرف بترتيب الفضل هنا. لذلك قال أبو سعيد: نحن معاشر الأنصار كنا نعلم المنافقين ببغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فبغض من نصر الله ورسوله، وبغض من شهد الله له بالجنة وهو يمشي بين أظهر الناس، هذه دلالة على النفاق، لأنه محبوب لله، محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، إلى آخر الحديث. فبغضه نفاق، وهذه أيضا دلالة كما قلنا، وأثر صحيح في مناقب
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. الفوائد المستنبطة: كل من نصر سنة النبي فهو من النبي وهو من أوليائه، وعلي كان من أعظم الناس نصرة لسنة النبي. من النفاق بغض أهل الدين، من النفاق بغض أهل الدين، وهذا من المنافقين الذين كانوا يتربصون الدوائر بالمؤمنين، بغض أهل الدين من النفاق. فضل الأنصار، فضل الأنصار، هذه الفائدة السالفة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.